اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، التقيكم في حلقه جديده من برنامج 10 سكايب حديث عراقي. في الحلقه الماضيه كنا نتحدث عن الحدث الذي ربما يشغل تفكير واهتمام الكثير من العراقيين، هو تشكيل الحكومه، ما يسمى بالحكومه الجديده، حكومه مصطفى الكاظمي. وكنا قد وصلنا الى السؤال المهم: لماذا تم اختيار مصطفى الكاظمي؟ لماذا وافقت قوى العملية السياسية على مصطفى الكاظمي ولم توافق مثل ما يقولون هم وليس في واقع الحال؟ وكنا قد عرضنا إجابتهم، يقولون دائما كانوا يقولون، والآن لو تسأل أي من قوى العملية السياسية، أي من يمثلها من شخصيات من أحزابها، سيقولون لأن الكاظمي يمتلك علاقات جيدة وطيبة مع الأطراف الإقليمية والدولية، ولأن العراق في أزمة كبيرة ويجب أن نخرج من هذه الأزمة. في هذه النقطتين سأقول يعني ربما السؤال المهم الذي يطرح نفسه في النقطة الأولى: لماذا يحتاج أي بلد، يعني ماذا يحتاج أي بلد من علاقاته الخارجية إقليميا ودوليا؟ هذا هو السؤال المهم. الحقيقة العراق ربما البلد الوحيد في العالم الذي حظي منذ عام 2003 لحد الآن بتأييد دولي وإقليمي واسع ليس له مثيل. أمريكا أجبرت العالم بعد احتلال عام 2003 على التعاطي مع العراق بكل ما يحتاج، سياسيا، اقتصاديا، ماليا، إعلاميا، دعم لوجستي، عسكريا، في كل المجالات. لم يشهد بلد في العالم كل هذا الدعم لهذه التجربة البائسة التي جاءت بها أمريكا مثل ما حصل عليه النظام أو شكل النظام أو العملية السياسية في العراق. هذا واقع الحال ولا يمكن إنكاره. وصلنا إلى مؤتمرات لما يسمى بإعمار العراق، لمؤتمرات للمنح المانحين للعراق، وصلنا إلى مؤتمرات لمسح الديون عن العراق ومسحة غالبية الديون عن العراق التي كانت في ذمة العراق. وبالتالي العراق شهد تأييدا واسعا وما زال يشهد تأييدا واسعا إقليميا ودوليا منقطع النظر، حتى أن الجامعة العربية أعطت مقعد العراق إلى حكومة في ظل الاحتلال بناء على هذا التأييد. في بداية الاحتلال عام 2003 أعطت، وهذه سابقة لم تحصل في العالم في الجامعة العربية، وكل السفارات، كل الأنظمة العربية يعني تسابقت وهرولت كل الأنظمة إلى فتح سفاراتها بالعراق والتعامل مع العراق بشكل ودي، مع أنه الكثير من هذه الأنظمة تعرف أن لديها مشكلة كبيرة أمنية وسياسية مع هذا النظام. عموما هذا الدعم كله أوروبيا، دوليا، إقليميا، عربيا، كان مقدم لهذه العملية السياسية ولكل قواها، لكن ماذا فعلوا؟ لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، لأنه ليس المطلوب منهم مثل ما تعرفون أن يفعلوا شيئا. المطلوب أن يمضوا في مشروع الاحتلال، ومشروع الاحتلال هدفه هو تدمير العراق، إنهاك العراقيين، سلبهم إرادتهم، تفكيرهم، قدراتهم، وأموالهم وثرواتهم. هذه الحقيقة. فبالتالي الحديث الآن عن شخصية تأتي للعراق لأن لها علاقات دولية وإقليمية متطورة، حديث فيه تضليل، فيه الكثير من تجاهل عقلية العراقيين، من تجاهل ذكاء العراقيين وقدرتهم على معرفة الأمور. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يتحدثون عن أزمة كبيرة، العراق في أزمة كبيرة. هو من الذي في أزمة كبيرة؟ العملية السياسية من العراق؟ ومن أدخل العراق في هذه الأزمة؟ يعني هل الشعب العراقي من أدخل العراق في هذه الأزمة الكبيرة، أم هي الطبقة السياسية التي حكمت العراق بالعملية السياسية منذ عام 2003 بهذه المحاصصة البائسة الطائفية والإثنية، هي التي أدخلت العراق في هذه الأزمة الكبيرة؟ وهذه الأزمة الكبيرة على الأقل ستجعلنا نطرح السؤال التالي: هل يستطيع يعني مصطفى الكاظمي، هذا الذي يهللون له، الذي يقولون بأنه قد جاء وكأنه يحمل عصا سحرية، وكأنه علاقاته مع الخارج جديدة على العالم، يعني لم يحظ العراق بكل هذا التأييد وكل هذا الإسناد، كل هذه الأموال وكل هذا الدعم؟ وعلى ذكر هذا الدعم، يعني حتى في قضية الإرهاب الولايات المتحدة شكلت تحالفا لمحاربة الإرهاب من أكثر من 60 دولة قادتها
وكان مقره في العراق لمساعده العراق في مواجهه الارهاب مثل ما يقولون. فبالتالي العراق خلال هذه 17 سنه حصل على دعم لم يحصل عليه بلد في العالم، حتى في قضيه التظاهرات. التظاهرات التي خرجت في العراق قتل اكثر، استشهد اكثر من 1000 عراقي من الشباب، من خيره شباب العراق، وجرح اكثر من 30,000، مئات المعتقلين والمغيبين، لكن كان اهتمام الدوائر الاعلاميه والسياسيه ربما متخلفا بطيئا مقصودا، رغم ان الشباب العراقي بثورته قد سحب العراق من الظلمة إلى النور وجعل الكل ينتبه إلى أن ما يحصل في العراق حدث كبير. عموما أعود مرة أخرى وأقول أن هناك ربما 5 أزمات كبيرة تواجه حكومة مصطفى الكاظمي، والسؤال الذي يطرح نفسه هل يستطيع الكاظمي مواجهة هذه الأزمات التي سنتحدث عنها؟ هذا متروك لكم، متروك الإجابة عليه من قبلكم. هذه الأزمات هو ربما الأزمة الأولى هو انهيار شرعية الطبقة السياسية وعمليتها السياسية منذ عام 2003 لحد الآن. قد انهارت هذه الشرعية التي يدعونها بواسطة صناديق الاقتراع بسبب التزوير الذي فضح بشكل كامل وآخر عام 2018 اللي مشارك فيها أكثر من 83% من العراقيين الذين يحق لهم المشاركة بقرار الرفض للعملية السياسية وللانتخابات، والذين شاركوا أقل من 18%، لكن ربما 17% و16%، لكن حجم التزوير كان كبير جدا جدا للدرجة اللي هم اعترفوا أنه ما جرى فيها من تزوير كان الأكبر في العالم. هذه من ناحية. الناحية الأخرى، الأزمة الأخرى ربما هي خضوع العراق المتزايد لإيران، النفوذ الإيراني، والنفوذ الإيراني مثل ما تعرفون دخل إلى العراق بعد احتلال العراق عام 2003 من قبل الولايات المتحدة تحت المظلة الأمريكية، وأمريكا مرعت هذا التغول للحد الذي وصل إلى هذا الحال، رغم أن إيران اليوم إيران مملوءة بالثقوب، إيران ليست إيران 2003، إيران في حالة من الاحتضار ربما ستسقط في أي لحظة. هناك أزمات سياسية، أزمات مالية، اقتصادية، اجتماعية، الكورونا تعصف بهم، لكن هذه الميليشيات وهذه القوى التابعة لإيران والتي تدين بالولاء لإيران ما زالت متمسكة بإيران، لأن إيران لسبب بسيط جدا، لأن إيران ترعى الفساد، ترعى الخراب، ترعى كل القوى التي تنال من قوة العراق وتسعى إلى تخريب العراق وأضعاف هذه. النقطة الأخرى هي الأزمة الاقتصادية. الآن النفط انخفضت أسعاره، العراق يعتمد 100% وليس 90 ولا 95% على النفط في ميزانيته، في موازنته، في كل نشاطاته الاقتصادية. والنفط الآن انخفض، ربما ما يحصل عليه العراق من موارد نفطية لا تتجاوز ال 12 دولار بالبرميل الواحد. لديه أعداد من الموظفين يتجاوز عددهم 4 ملايين موظف، يحتاجون إلى أكثر من 4 مليار دولار رواتب فقط شهريا. هذا الترهل الكبير، كل الواردات في أعلى التوقعات، في أحسن التوقعات لن تتجاوز 2 مليار. وانظروا هذه الكارثة الاقتصادية. الأزمة الأخرى هي أزمة كورونا التي تعصف بالعراق وتعصف بالعالم، ووضعت اقتصادات العالم وسياسات أو العالم كله أمام محنة كبيرة. في العراق قضية كبيرة جدا في ظل عدم وجود بنى تحتية صحية، عدم وجود قدرة على مواجهة هذا الفيروس. هناك كذب كبير بالأرقام، هناك ادعاءات كبيرة. المشكلة الكبيرة والأزمة الكبيرة الأساسية وربما الأولى والأخيرة هي ثورة تشرين وإمكانياتها المتجددة والواعدة على أن تتطور وأن تخرج مرة أخرى بزخم أكبر. السؤال الذي يطرح نفسه في آخر هذه الحلقة من غير تفصيل ولا شرح ولا تحليل، السؤال هو هل يستطيع مصطفى الكاظمي أن يتصدى لهذه الأزمات الخمسة على الأقل؟ الجواب عقليا ومنطقيا وبالاستناد إلى كل المعطيات ربما ذلك ضرب من الخيال. ألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وسيكون لنا حديث آخر، وأترككم برعاية الله وحفظه.